خلينا ناخد المهندس محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. مساء الخير يا حاج محمود. ازيك يا كابتن شوبير؟ الف مبروك. الله يخليك. ازي حضرتك؟ بخير. تحياتي للكابتن احمد حسن. بيمسوا عليك. يعني النهارده بالخبر اللي عندنا انه مديريات الامن ما ادتش موافقات بالتامين، وبالتالي تعملوا قرعه ما تعملوش قرعه لا للقطاعات ولا للقسم الثاني، وبالتالي انتوا كنتوا عملتوا او الاتحاد اللي قبلكم كان عمل قرعه ايضا للدوري الممتاز ولم تنفذ ولم تطبق يا حاج محمود. بص يا كابتن شوبير، خلينا نكون واضح وصريح مع حضرتك. ايوه، احنا 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 حاسين ان في حاجات في الاوض المغلقه بتتعمل غير المعنى. والموضوع كله بقى شويه اعلام. يعني احنا النهارده جايين هنقعد بكره مع سياده الوزير، وعندنا بعد بكره وفد جاي لبحث عوده الدوري، وكله كلام بنيجي بنضحك على بعض. يعني احنا كان عندنا ماتش ودي منتخب الشباب يختم معسكره بمباراه بني سويف. محافظ موجود ومفيش جمهور، وراحوا الصبح ورايحين الاستاد، فوجئوا ان الاستاد مقفول. ليه؟ مدير امن رفض راح يلعبوا في قريه الاسيوطي. فالموضوع بقى يعني زاد عن حد بصراحه. يعني هو الموضوع زاد عن حد. يعني احنا يعني عندنا اجتماع بكره مع علي وزير، عندنا القرعه، مصممين القرعه ومصممين الدوري يتعمل ومصممين نكمل بقى. يعني نشوف اخر الموضوع ايه، لان احنا مش لاقي اسباب بقى. يعني حضرتك ما تقولي ناشئين، تقولي منتخب شباب بيلاعب، حضرتك نادي بني سويف من غير جمهور، في خطوره على الامن فيه. يعني يبقى دي شماعات بقى بتتعلق بقى، وان فيش حد، ناس مش عايز تشتغل، مش عايز تشتغل، والموضوع بقى ازاي الناس ورسائل الطمأنينه المفروض نطلعها للخارج ونقوم بدورنا احنا كمان. انا كمان ماليش دور نقعد. يعني انا النهارده انا طموحاتنا ان احنا نوصل كاس عالم، طموحاتنا ان احنا نوصل كاس عالم ليه، والنشاط متوقف. يعني ازاي هنقدر نكمل في التصفيات النهائيه واحنا والنشاط عندنا متوقف؟ يعني هنحط هنضحك على الناس؟ طيب حلو، مالكش دور انك تقعد، ده كان سؤالي. يعني انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ يعني اذا كان كل ده بقول لحضرتك بقى، يعني احنا بادئين يا كابتن شوبير من يوم 11. احنا بقالنا يعني قعدنا اسبوع، بدانا وعملنا خطوات، عملنا تصور للمسابقات، تعديل، عاملين رؤيه كويسه في القسم الثاني والثالث، بحيث نهيئ اللي موجود. الرخص الانديه لازم طبعا تتحط مع شروط المسابقه. بدانا نشتغل في الحاجات الخاصه بالتراخيص والشغل اللي نقدر نقوم بيه، ونتكلم على حاجات نظريه، نشتغل ورق، مش احنا عايزين على الطبيعه، عايزين شغل. يعني حتى عاملين ناخد قرار، عايزين نعمل رخص مش عارف المدربين، طب هنعمل ازاي؟ عجله النشاط مش فيش اي اليه ولا جديه. طيب خليني اسالك، انت بكره حضرتك السيد الوزير رايحين تقعدوا معاه، وعلى فكره انا معترض ان انتوا رايحين تقعدوا معاه، مع احترامي الشديد جدا لسياده الوزير. ايه حضرتك معترض ليه؟ لا، هو يجي يقعد معاك في اتحاد الكوره، انا وجهه نظري الشخصيه. يعني حضرتك احنا ما وجهنالوش دعوه، اللي هو اللي وجه الدعوه. يعني دي مش دين والله يا كابتن. يعني كان مشكورا على الدعوه، اقول له يا فندم اهلا وسهلا، تيجي تهنينا في الاتحاد ويجي يقعد معاك. انا وجهه نظري الشخصيه. هو الموضوع ما فيش وقت استثناء. يعني ماشي، ما علينا، دي حاجه فرعيه. هو النهارده وزير رياضه، النهارده حضرتك اول وزير رياضه في تاريخ العصر الحديث، ده اول مره تحصل، وجاي في ظروف صعبه جدا عشان عوده النشاط. مش الكره انا لا والله لا انتقد ولا اهاجمه خالص على الاطلاق، بس انا بقول ان احنا عايزين، شايف انه قيمه اتحاد الكوره ان ينتقل الوزير. يعني احنا مش هنروح ناخد اوامر يا كابتن شوبير، الموضوع عايز يعني مشاركه، احنا كلنا في مركب واحد. يعني احنا مش هنيجي ناخد اوامر بعوده الدوري. يا ريت يديكوا اوامر بعوده الدوري، ده اجمل امر احنا مستنيينه. احنا بص حضرتك، احنا 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 بنتكلم على دلوقتي في غرفه. ايوه، يعني ايه اللي هيدور؟ يعني الدوري دلوقتي النهارده ارتباطه بالامن بس، وارتباطه بحل مشكله ده موضوع خطير جدا، مش هيحل. بدليل ان حضرتك مسابقات الناشئين ومسابقات ما بتتعملش. يعني ايه علاقه دلوقتي حضرتك ماتش منتخب شباب مع بني سويف ما يتعملش في الاستاد وعلاقته بالمشكله القائمه؟ يبقى اذا عوده نشاط مش في الحسابات ولا اولويات، وده موضوع خطير جدا. يعني ما عادش في وقت حضرتك، احنا بنعمل الجداول. طب اخر فرصه تقدروا تعملوا فيها دوري الممتاز تبقى امتى؟ اخر يعني اخر انا فرصة. انا رايي عقب ماتش، ما فيش فرصه ثانيه ان احنا لو عقب ماتش الاهلي الثاني ده ما فيش ميعاد ثاني نقدر ناجله بعد النهائي الاخير بتاع، هيبقى صعب جدا الدوري تم. خلاص يبقى كده في موسمين مع الفيلا ديت مع الكلام ده، استحاله موسمين كرويين ضاعوا كده. لا مش موسمين، ده انت بتدي على اجيال، ده غير الاجيال، جهد ناس وتاريخ ناس، الموضوع مش سهل. يعني مش هيعدي. طب خليني اسالك، يعني اذا بكره يعني ما وصلتوش مع الوزير الى قرار باستئناف المسابقات، هل من الممكن ان تتقدموا باستقاله جماعيه زي ما عمل مجلس اداره الاسماعيلي؟ والله
يا كابتن شوبير وارد كل حاجه يعني وارد. كل حاجه كل امور واضحه يعني احنا 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 مش جايين نقعد على الكراسي او نستفيد بحاجه والنشاط ما بيرجعش احنا بنخدم منتخباتنا ولا نقدر نحقق طموحاتنا في ان احنا نوصل لكاس عالم بالاسلوب ده. ما انت بتتكلم في حاجتين، في بس فضائي ما عندكش دوري، في رعايه ما عندكش، وبالتالي خلاص هتجيب فلوس منين؟ ما هو مفيش نشاط يعني. بس فضائي الكراسه جت ودرسناها وفي لمين الكراسه جت لمين؟ فضائي لمين؟ للفضاء الخارجي يعني. ما هو فضاء يعني ايه؟ ما الناس وريد ورندا في الفضاء بتاع زمان، انا مش عارف يعني ايه بس فضاء. هو ده مش معناه، ما هو حضرتك لازم تجهز بالعروض وانت حاطط كويس جميل، حاطط فيه شروط ان لو قدر الله حصل اي تاجيل يبقى فيه المد، لكن لازم تجهز، لازم تعمل واجب اللي عليك. انا موافقك، بس ما هو بس فضائي فين ولمين ودوري ايه؟ الانديه النهارده بتجمد الازمات في الانديه، حدث وحرك في جميع الاقسام. النهارده بدات تسرح لعيبه، الناس عايزه تجمد نشاط، الوضع مختلف. احنا النهارده لسه بنعاني من تبعات مشاكل اللعيبه وعدم السداد ده. هتخش بقى النهارده في عقود جديده ومقدمات ما اتدفعتش وسنه جديده كامله وتاريخ ناس وسمعه ناس موضوع خطير جدا. احمد حسن بيقول لك ايه الاسباب؟ بص انت الكيان كله، بص اصلا كان هش، كان عشوائي. انا اتكلم حتى النجاحات اللي كانت. طب كابتن احمد عايز يسالك سؤال. طب يا ريت اتفضل. لا هو انا بسال طبعا الباشمهندس محمود، ايه الاسباب يعني؟ ايه الاسباب اللي انتم شايفينها لعدم عوده الرياضه وعدم عوده حتى اللعيبه الصغيرين؟ احنا عايزين نعرف ايه الاسباب عشان احنا كلنا نبقى. الرياضه ليست في الاولويات نهائي دلوقتي. دي حقيقه اولويات الدوله خالص نهائي. عوده الرياضه شو اعلامي، كلام جميل، هنحارب الفساد، هنقضي على الفساد، مفيش نشاط. يعني الاساسي هنوصل ازاي وكان الموضوع كله ماشيين في المسلسل بتاع ايه؟ الفاسد والفاسدين والمفسدين، والرياضه لازم تتطهر، لازم تتنظف. طب وده ده 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 دخلنا في مفاعطره كابتن احمد خلاف. طب ماشي بالتوازي ده، اعمل النشاط عشان تكشف حتى الامور والسلبيات والصلاة. طب رجع النشاط ده، يبقى ضمن الاولويات، مش حاطه في الاولويات. حاطط الاولويات كلها ان احنا هنعمل وهنغير وهنطور وهنبدا من تحت، من القاعده، من المدارس. طب هو اصلا النشاط موجود؟ هي دي النقطه. النهارده حضرتك قانون رياضه جديد بيطلع يعني، وبنتكلم على حاجات، على انجازات وهميه، وما اشتغلناش على الشغل الواقع اللي هو عاوز النشاط. إذا ما تمش عاوز هو لا في قانون رياضه طلع، ولا قانون مكافحه شغب الملاعب طلع، ولا دوري رجع، ولا مسابقات. هو احنا ضاربين يا كابتن بدون جمهور، واحنا بنلاقي دلوقتي كل ده بالتوازي يشتغل، بس لازم النشاط يرجع. فالنشاط يرجع لما انا اقول انا حسن النوايا هبدا في القسم الرابع والثالث والثاني والناشئين. حاج محمود شايف انها مقدمه احنا بعتنا للناس كلها بجداول، حددنا ان الناشئين تشتغل كلها. يعني انتوا كده هتعملوا القرعه وانتوا عارفين ان مفيش دوري؟ لا بص هنقاتل. بص ما عندناش، لازم القرعه تتم، ولازم البرنامج يتعمل، لازم نضغط، والناس دي كنت تدافع معانا لغايه ما نكمل خطوات. ما انتوا ما بتظهروش يعني، ما تزعلش مني يا حاج محمود، انتوا ما بتدافعوش يعني، مالكوش يعني، ما تزعلش مني انا اسف يعني. يعني ايه كل عضو مجلس اداره يطلع الاقيه يعني بيلمس كده ودول حبايبنا ودول اصحابنا، ما حدش بينزل مثلا صوته يعلى؟ بصراحه مش شايف قتال كده يعني على الموضوع. ما هو بص يا شوبير، ما هو الصوت العالي مش 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 هدف ولا اسلوب، ما ده سهل جدا الواحد. ما الصوت العالي اللي كسبان دلوقتي يعني، خلينا نتكلم بامانه، الصوت العالي هو اللي ماشي. هو ما وصلش حاجه برضه، ما هو صوت وصل عالي. لانه لغى المسابقات. انتم مشكورين مجهودين واصطدمتم وعملتم كل ده، وبرضه ما زال واقفين عند نقطه. طب كابتن زكريا اسالك، خليني اخش معاك يا حاج محمود. مساء الخير حاج محمود. انتوا كسبتوا بالجمعيه العموميه. نعم كسبتوا الانتخابات من خلال الجمعيه العموميه. بالظبط. والجمعيه العموميه دي هي الانديه. نعم. وانتوا صوت الانديه. اعتقد ان دوركم هو دور مهم جدا مع الانديه. ايوه. لان مطلوب منكم انكم تجتمعوا سريعا مع كل الانديه اللي موجوده، حتى اللي ما ادتش صوتها لحد من اللي كسبوا، وتقعدوا على ترابيزه واحده، وهو ده الصوت اللي بيتكلم عليه كابتن شوبير. هو ده الصوت العالي، لان صوت اللعيبه صوت الرياضيين طالع في الشارع وفي الاعلام، ولكن صوت رؤساء الانديه وصوت اتحاد الكوره ما طلعش. واعتقد ان اتحاد الكوره هو المنوط باللعبه، هو اللي بينظم اللعبه. صح. سواء بقى درجه ممتاز الف ب ناشئين، فانا اعتقد ان الخطوه الجايه مش اتحاد الكوره لوحده، اتحاد الكوره مع الجمعيه العموميه. بالظبط ده اللي هنبدا فيه. بس حضرتك احنا يعني لما جينا كانت يعني كل شويه في مواضيع تعلق، يعني لينا كله مستني الحين اعتماد وجود المجلس بتاع حتى تعيين الناس ومرتباتهم. يعني دخلنا كل يوم الملفات، لكن ملف عاوز نشاط الاليه ديت
مرحله عوده الاستعانه باعضاء جمعيه عموميه، عندنا جمعيه عموميه رياضيه 17، احنا بنعمل دلوقتي انتخابات لجان الانديه القسم الثاني دلوقتي، بننتخب بنشكل الفروع عشان نبدا نتفاعل معاهم يقفوا معانا، ان احنا هم دول اللي هيبقوا اخر خط من الخطوط اللي معانا بتساعد، هم جاهزين فعلا. وانا معاك في حضرتك ان دورنا مهم جدا، ان صوتنا لازم يعلى اكتر شويه ولازم نضغط اكتر من كده، لان ده امل الوحيد ان يعود النشاط خلال هذا الشهر، لان عدم وجوده والبدائل اللي بتنطرح بتغيير شكل الدوري كان هيرجعنا للخمسينات والستينات وهيقضي على اللي فاضل، على الامل اللي فاضل. حاج محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، اشكرك شكرا جزيلا. يعني انت بتضحك بسخريه او بتضحك